ترمس الحلو. في ترمس حلو وترمس مر. أنا استخدمت ترمس الحلو. بنغسل ترمس وبنوضع ماء وبننتظر 10 ساعات. هيك بعد 10 ساعات بنجيب اللوز العادي، هو اختياري، اللوز الني، نوضعه بماء ساخن لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق بقشر لوحده مثل ما انتم شايفين. هيك نقشر كمية كلها، نوضع ماء جديد بالوعاء، نوضع بالوعاء بعد ما تخلصنا من الماء القديم، نوضع ماء ساخن أو ماء عادي، لكن احنا بنختصر الوقت. نتركه أول ما يغلي بنعد 5 دقائق. بعد 5 دقائق بنطفي النار وبنرفع الوعاء وبنغطي الوعاء وبننتظر 10 ساعات، ننتظر حتى يبرد تماما. وهيك بعد 10 ساعات بنتخلص من الماء وبنعبيه في عبوات. بنعمل محلول الملح، محلول الملح لكل لتر ماء 4 معالق طعام كبيرة من الملح. بنحرك وبنوضع محلول الملح وهيك بنخزنه، بنقدمه بعد 4 ساعات بكل ملح دخل فيه. إذا عجبكم الفيديو لايك. مع السلامة.